如果你要真做茶，你一定要回到古六道茶山，花茶。是。如果你仅仅是说什么绿茶、红茶类的，这茶类。是，如果你要真做茶，你一定要回到古六道茶山，花茶。是。如果你仅仅是说什么绿茶、红茶类的，这茶类。是，如果你五十公里会有一个驿站，解决它的后勤问题。是的，是的。所以您把后勤也给它移动了。对，我们用一个车。五十公里会有一个驿站，解决它的后勤问题。是的，是的。所以您把后勤也给它移动了。对，我们用一个车。五十公里会有一个驿站，解决它的后勤问题。是的，是的。所以您把后勤也给它移动了。对，我们用一个车。五十公里会有一个驿站，解决它的后勤问题。是的，是的。所以您把后勤也给它移动了。对，我们用一个车。五十公里会有一个驿站。解决它的后勤问题。是的，是的。所以您把后勤也给它移动了。对，我们用一个车，五十公里会有一个驿站解。就是这个，就刚才这块，还可以，要是可以往我这边倾斜一点，对对对，这样桃色多一点。就是这个，就刚才这块，对，还可以，要是可以往我这边倾斜一点，对对对，这样桃色多一点。就是这个，就刚才这块，对，背太高了。差不多。It's not easy. This is the one that I was asking for. No, this is the one that I was asking for. Okay, I'll show you. The one that I was asking for. Yes, it's good. Both men love it. And it's very good. Yes. It's good to teach. You're also a student of Korea. Yes, it's good.我们都是李老师的学生。那个张老师是我同学。同学。对，我们两个是学茶的同学，他负责欧洲市场，我负责昆明市场。然后我们俩交接。对。他的这些理论什么都在意大利，都到意大利，理论知识啊，教学方法啊，冲泡方式。高冲低蒸，这个也要跟他讲。就是水不能出声，不能起泡，主动上，然后到几分钟。谢谢大家，我们就先不吃了，今天的茶就好吗？先拿出去，来坐坐坐，对，坐这里，坐坐坐这儿，对他坐。谢谢大家，我们就先不吃了，今天。هذا أحد الشواهي الحمراء، هو سوى لنا شاهي أبيض هذا، والشاهي الأحمر إن شاء الله بنسويه بعد شوي. وهذا أحد الشواهي الحمراء، هو سوى لنا شاهي أبيض هذا، والشاهي الأحمر إن شاء الله بنسويه بعد شوي. وهذا أحد الشواهي
هلا والله وسهلا. اليوم هو يوم عيد الفطر المبارك، وتعرفون بعيد عن الأهل وبعيد عن الأقارب، ما في حدا عيد معه، ما في إلا أهل هالمطعم. هذا مطعم صيني، أهله مسلمين، يقدمون الأكل الحلال. أنا جيتهم أكثر من مرة قبل كذا، صراحة من ألذ المطاعم وأفضل المطاعم الصينية اللي أكلت فيها، فخلوني أعيد معهم على الأقل. السلام عليكم، عيد مبارك. بعض المطاعم الصينية طبعا عندهم اللي هو الأعواد حقتهم هذه، تجيك بالخشب زي كذا، وفي شيء يجيك حديد، لكن عشان ما يصير مثلا أكثر من واحد يستخدم الحديد، فيصيرون يعطونك الخشب هذا، بحيث أنك أنت تضبط الأعواد بنفسك، بتحط عليها الخشب هذا فيصير كذا، بس تقدر تستخدمها بشكل مناسب، ويعني عادي ما حد يعني عقبك يخاف انه يستخدمها او انه ما يحتاج غسيل بشكل دقيق مرة. اضافة الى انه يفضل انك دائما تعقم الادوات، تصب فيها ممكن المشكلة، انا خاف اوريكم ينكب شاهي اخضر، بحيث انه تعقم الادوات. هم عادة يعطونك اياها معقمة، او يقولوا لك انها معقمة، او يعني يصبون فيها موية حارة، وبعدين انت عاد ممكن انك هلا والله وسهلا. اهتمامي في الشاهي من سنوات كثيرة، أول مزرعة زرتها قبل 15 سنة، زرت سريلانكا قبل 5-6 سنوات. كنت أعتقد أني يعني نوعا ما خبير في الشاهي، براندات كثيرة جربتها وجربت وقريت يعني، فكنت أعتقد أنه عندي علم لا بأس فيه. لكن بعد 3 أسابيع مكثفة في الصين، زرت فيها غابات صعب جدا الوصول لها، اطلعت على أشجار معمرة لها مئات السنوات، اكتشفت طرق إعداد مختلفة وكثيرة، قابلت يمكن عشرات أصحاب المحلات، ذقت أنواع يمكن عشرات أنواع الشاهي، أيضا قابلت تي ماسترز هنا. اكتشفت ان الشاهي بحر ما له نهاية، وانا ما اعرف الا يمكن قطرة في هالبحر. ناس هنا لهم 30-40 سنة متخصصين في نوع فرعي من انواع الشاهي لهالدرجة. شيء عالم يا جماعة، فعلا فعلا والله ضخم ضخم. انا يعني كنت متوقع انه عالم الشاهي ضخم، لكن ما توقعت انه لهذه الدرجة. بعضهم يقول انه في الصين هنا في يعني حوالي 2000 نوع تقريبا، اللي هي خلينا نقول ما بين طريقة اعداد وطريقة شرب وكذا، ما بين الاقاليم وما بين المدن والقرى وحتى يمكن الاحياء. فلكل ناس لهم طريقة اعداد معينة، لهم طريقة معالجة لنوع من انواع الشاهي. الانواع اصلا مختلفة، الجبل هذا يختلف عن الجبل اللي جنبه على طول مباشرة، أحيانا المزرعة في نفس الجبل اللي على ارتفاع 2000
قدم تقريبا عن سطح البحر، تختلف عن اللي 1500، تختلف عن اللي 1800. كل مزرعة لها نوع، كل مزرعة لها نكهة معينة وشاهي مشهورين في عالم ما له نهاية. الحمد لله تعلمت كثير كثير هنا، وما زال الطريق جدا طويل لهذا العلم. According to requirements, it is forbidden to enter within the area of the airport. Please close the windows then. Otherwise, it may cause the delay of the flight and may suspend your travel arrangements.